شلتها. تشيل كمان النقطة اللي بعدها دي. شلتها. تمام، اعمل بقى كده رن. رام. ايوه ستوب اند ريتيرن، اعمل رن. تمام، هتيجي عند اول سطر خالص وتكتب له from tkinter import علامة النجمة import all from. امسح دي، امسح لي دي. كابيتال اسمول. شوف انت بقى، كنا بنكتب from tkinter import دي كابيتال ولا سمول؟ انتوا ضايعين يا عيال، الله ينور عليكم. tkinter import، تكنتر كده. تيكنتر كده، التكية المستر امبورت. النجمة، النجمة، نجم. النجمة. طبعا انت عامل نفس الموضوع في الليبل، عامل في الليبل برضو تي كي دوت مش عارفه ايه، تي كي دوت ليبل. هتمسح تي كي دوت ليبل دي وهتخلي بس حتى ليبل ليبل كذا دي كذا كمان كذا. لا، هتسيب ليبل وتحط بس، تمسح تي كي، تمسح الدوت، اعمل رن. روت ايكوال دي كي. ثانية واحدة، do you mean يا عم اتحرك يا عم خالص. شوفوا هو بيقولك ايوه اكتب التي كابيتال والكي سمول، هو حتى مصححها لك، يعني بيقولك المفروض التي كابيتال والكي سمول. اهو. ران لا حول ولا قوة إلا بالله. انت عامل له اهو ايه ده؟ ايه الحاجه اللي انت كاتبها دي اصلا؟ ايه 600.400 دي؟ كانت 600 ايه اكس 400. مذكروش خالص كده، اكس مذكروش سيشن بس، ايه انتوا بتحضروا السيشن بس ما بتذكروش حاجه كده. هذا يعمل اكس. سيب كده، سيب كده. هو وانتي يا ليلات عملتي اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت؟ ايوه مثلا عملته. تمام. طب ما انا عامل فيها اهو. ايه الفيل اللي انت عاملها دي اصلا؟ بنعمل اكس كابيتال. اكس ما تعملش فيها، فاهم؟ عشان انت مسحت الزيرو. زيرو 15 الاكس اهو. اعمل رن. راوي بقى لاين 2119. ايه ده بقى؟ سيبك ان من شاء الله. لاين، هو بيقول لك انها في لاين 4، تجاهلت عادي انها في لاين 4 يعني. والله عليكم تعبتوني، انتوا عاملينها 600 في 400. طب ما ايه المشكلة فيه؟ ثواني كده، جيومتري ده جيومتري سبيسيفاير 600 في 400. ليه تشيل شكل؟ القوس؟ لا ما لا تشيلش مش هشيل. القوس، ما تعكش. ممكن تشيل السطر ده كله عادي. شيل كله. عادي، السطر بتاع الجيومتري ده كله ممكن تشيله. اعمل رن. ايه ده؟ 27 انزل. اهو. ايه ده؟ انت عامله كلها بتيكي. طب خلاص هتطلع فوق بقى وتغير اللي احنا لسه مغيرينه ده تاني، عشان طالما انت عامل كل اللي تحت بتيكي.
هتكتب بس بدل ماشي. فرونت كانتر امبورت اول هتكتب امبورت امبورت ايه امبورت تيكانتر اس تي كي. لا كنت اكذبها. يا لهوي انت لو انت بتمسح حافظها ليه؟ يعني حافظها ولا ايه؟ ايوه امبورت بس اسرع ايوه شويه يا بعدين شباب معلش. تيكانتر تي. هي ايوه تيكانتر as tk. حلو قوي. هتيجي عند root equal tk وهتكتب tk بنفس الطريقه اللي انت كاتبها بالظبط اللي هي t small k small dot tk capital اللي هي الشكل اللي انت كاتبه. يعني اكتب قبلها tk small قبل. ايوه يا ابني قبلها ماشي t capital k small سمار k small. اه بس انزل بقى انزل عند الليبل ده واكتب برضو تي سمول كي سمول دوت ليبل اخوي قبل اللي ايوه تي كي اكتب ايه؟ تي كي دوت ايوه اعمل رن. عرب يا ده عليك انت انزل. وايه ده كله؟ انت اصلا مش عامل حاجه اسمها انزل بي طول تي ان. عليك. اهدى بس اهدى انت وهو. انت مش عامل حاجه اسمها بي تي ان. فبي تي ان ده مين؟ امسحه امسحه. انت مش عامل اي حاجه اسمها بي تي ان. اعمل رن. يعني حتى الكود عندكم واضح ايه الاخطاء اللي فيه وما حاولتوش تصلحوه. نفس والله الكلام باك انت كاتبها غلط. يعني باك صح. كاتبها غلط وما ايه حاولتش العبث تصلحه. الصوت يا شباب انا ما ده؟ بحبش وكمان اتكلم في السيشن عشان ما تردكوش من السيشن. ايه؟ اللي هيشتم تاني في السيشن هيطرد منها. اشتم. طيب على ما تخلصوا تصحيح في الاكواد بتاعتكم احب ان انا اعرفكم ان النهارده السيشن ال11. ولو في حد مش واخد باله منكم ان احنا اصلا اخر سيشن عندنا بتكون السيشن نمبر 12. كمان انا حاسه بقى مس يعني الحصه الجايه اخر حصه. يا اما النهارده باذن الله هنخلص الجزء اللي احنا عايزينه. فالمره الجايه هتكون المناقشه وده في الغالب مش هيحصل. يعني في الغالب مناقشه المشاريع بتاعتنا يوم الحد الجاي. تمام. مثل التاسك اللي يعني انت ايه بقى قايلها انا مناقشه هكمل. المشاريع؟ اعمل بس رن كده انت كمل انت التاسك بتاعتك عادي. اه ده انت كده مش عامل اصلا اخر تاسك. قفشت خلاص. البليسز اللي تحت دي ايه لازمتها يا باشا؟ مش عارف مش مش عارف. عارف انت او انت شفت الكود اللي انا كنت بعته الصورة دي الصورة. اه وانا كنت بعته صورة أنا كنت بعتها في فيديو يوتيوب. فيديو يوتيوب بذمتك. أنا شفت فيديو على اليوتيوب. اه طيب يا شباب ولا أنت طبعا قصدك اولا بعتها؟ أنا اولا كده انتوا التاسكات بتاعتكم مش كامله. ده التاسكات لو كانت كامله كنت هتاخدوا 3 طبعا على التاخير وعلى انها مش بترن. كمان التاسكات تطلع مش كامله فانتوا كده تاخدوا 2 بس. كمان عليك ما شفتيش التاسك بتاعتي أصلا. حبيبتي انت ما بعتيهاش اصلا. ما أنا عاملاها. طب ما بعتيهاش. ما هي من التليفون بتاع ماما، كانت سايبة من التليفون. وريني اوكي هتعملي شير. اتفضلي. ايوه ثانية. ثانية احنا ماشي طيب نكمل كلامنا كده. معناه ان يوم الحد الجاي بإذن الله هو مناقشة المشاريع بتاعتنا اللي هي ايه المشاريع اللي هي الآلة الحاسبة اللي احنا بنعملها دي ولكن كاملة متكاملة بكل حاجة جواها. تمام. طيب هل مناقشة المشاريع ببقى انا كده وبقعد معاكم ويا شباب انتوا عندكم دي غلط صلحوها ومش عارف ايه؟ طبعا الكلام ده ما بيحصلش. بيكون انا مسؤولية واي حد من اولياء الامور حابب يحضر واي حد من المدرسات التانيين حابب يحضر هم موجود معايا. اللي بيحصل كالاتي: بقول لك اتفضل اعمل ايران للمشروع بتاعك، اتفضل جرب لي الاله الحاسبه كل حاجه جواها بنجربها. طبعا لو فيها اي حاجه غلط
ما بتجيش تقول لي يا مس اصلها ما عملتش رن، على طول بتقوم ناقص ما بقولكش ايه الغلطه فيها، لان انت كان عندك طبعا اسبوع قبلها تسال براحتك، اعملي رن يلا يا ليلاس. فيا شباب عندك النهارده تقعد تعمل اللي وراك، يعني الحاجات اللي هتبقى مطلوبه منك النهارده، الاكواد اللي انا هبعتها تتكتب بالظبط وبلاش استهتار وبلاش الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي. عندك هيبقى يوم الاربع الجاي برضو هيبقى سبورت زي النهارده كده، يعني هقعد اشوف المشاكل اللي عندكم ونحلها سوا عشان ما نجيش قدام الاداره ونعك قدام الاداره او في وقت التسليم. مش عايزه اي غلطه، فاللي هيتبعت النهارده لازم يتعمل زي ما هو، واللي هنقول عليه المره الجايه كتعديلات لازم تتعمل، لان دي درجاتكم وانتوا كده اللي هتعدوا او مش هتعدوا. درجه مناقشه المشاريع دي عليها بتبقى تقريبا اكتر من 30% من السيشن او اكتر من 40% من الكورس على درجه المشروع النهائي فقط، فاللي هيستهتر فيه هو حر. يلا يا لاس جربي اضغطي لنا كده على الزراير اللي عندك دي، ما عملتش حاجه، كملي كملي اضغطي كده على اي حاجه تانية. الله ينور عليكي، الزراير كلها مش شغاله، اخرجي بقى بره. افتكري ايه السبب يا ليلاس ان مفيش ولا زرار شغال؟ ليلاس ايوه مش افتكري ايه السبب ان مفيش ولا زرار شغال؟ عارف انا اقولك، لعيلي بس استني، انت بتجري ليه؟ السبب ان مفيش ولا زرار شغال ان انت حاطه كل الفانكشنز بنفس الاسم، فهو كده لو ضغط على ايه يعمل لك واحد، ولو ضغط على ايه يعمل لك اتنين، ما هو كده كده كله بنفس الاسم، فالمفروض اسماء الفانكشنز تبقى متغيره. يعني دي مثلا الفانكشن اللي بتكتب رقم واحد يبقى اسمها فانكشن واحد، مثلا فانكشن اللي بتكتب رقم اتنين يبقى اسمها فانكشن اتنين، عشان لما تيجي تنادي عليها عند الفوتون يبقى انت بتنادي على الفانكشن اللي بتكتب واحد اللي هي اسمها فانكشن واحد. التغييرات دي يلا الشباب برضو يشوف الكود اللي على الجروب. أيوة طيب انت واخده بالك ان انت طلع لك ايرورز ولا لا؟ الايرور ده كنت اتكلمت عليه المره اللي فاتت، وهو ان لما قلته لك في الفوتون قلت لك فوتون بلس هتطلع لك ايرور. ليه؟ لان ما ينفعش البلس والماينس والايكوال يبقى اسمهم بلس وماينس وايكوال، تمام؟ فهتعمليها فانكشن بلس فانكشن ماينس، فين اصلا فانكشن ماينس يا اختي؟ انت مش عاملاها. وهتعملي فانكشن نعم. equal، وفي فانكشن كان اسمها فانكشن سي انت ما عملتيهاش. يلا اوكي سنجاسه. خدي بالك من حاجة، ان انتي function minus حط عندها multiply، و function دي انا مش عارفة ايه function دي حط عندها دي. لا ديفايد طب هي divided ديفايد عايزاه يكتب دي ولا عايزاه يكتب علامة الديفايد اللي هي كده؟ طيب اوكي طيب ركزي، معلش. الشباب بتكملوا الحاجات اللي ناقصاكوا ولا بتعملوا ايه؟
فين أنس وعبد الرحمن؟ خلاص بتكملوا اللي ناقصكم؟ هتلاقوني بعت على اعملوا فايلز، الجروب ايه؟ هتلاقيني بعت صور بالحاجات اللي احنا عملناها والمفروض اللي انتوا تكتبوها، لان في حاجات كتيرة قوي انتوا مش كاتبينها. فين ده على الجروب؟ اه ده من السيشن اللي فاتت. بصي بقى، انت كده ناقص لك فانكشن، انت عامله بلس وماينس وديفايد، ادي المالتيبليكيشن هنا غيريها، والايكوال عملتيها تمام. اطلعي كده فوق شويه لان انا مش شايفه الفانكشن بتاعت النقطه اللي هي البوينت. لا انت فعلا مش عاملاها. هتعملي فانكشن خالص عن كده. شباب، ممكن الصوت يعني، ممكن تعملوا التاسكات اللي مطلوبه منكم في هدوء حبيبي. ايوه مفيش فانكشن بقى اسمها دي، اعمليها فانكشن ايوه بوينت. احنا عامله، انا بس عامله عامله ايوه كوبي، ايوه فعشان كده حرف الدين. فانكشن بوينت، واللي هي بترسم لك فقط علامة البوينت. وعايزاكي كمان تعملي لي فانكشن سي اللي هي بتمسح كل الكلام. اه بس هي مثلا مكتوبة في الكالكوليتر العادية AAC. عادي عايز تكتبيها ايه سي اكتبي، ما عنديش مشكلة، مجرد اسم يعني. اوكي ماشي اكتبيها ايه سي على باب التغيير. فانكشن، غيري اسم الفانكشن عشان ما يبقاش فيه اتنين فانكشن بنفس الاسم. انتي ما كتبتي، ايوه فانكشن اي سي مثلا. هنخلي بقى فانكشن اي سي دي بتكتب ايه. ايوه ايه الشطاره دي، برافو عليكي. ليه ليه حرام عليكي، كنت شاطره. مش هنخليها تكتب حاجه، هنخلي المكان فاضي بس. انزلي هي بقى اصلا كده، كان المفروض انها بتمسح كل حاجه، فمعناها انها تخلي المكان فاضي. بصي يا كوكي، هنا بوتون زيرو عايزاه ينفذ فانكشن ايه؟ بوتن زيرو هينفذ فانكشن زيرو. يلا اكتب هنا زيرو. فانكشن زيرو. ايوه يلا غيري لي اسماء الفانكشنز دي، عايزه بوتون 1 ينفذ فانكشن ايه، وهكذا. الشباب وصلتوا لفين؟ كنت هجيب التليفون عشان اشوف اللي انت بعته. طب يلا بسرعة شوية، انتوا كل ده لسه بتفتحوا؟ كوكي انتي ما خدتيش بالك انه فوق عامل لك فانكشن زيرو عليها ايرور، وعادي كده عديتيها وكملتي كتابه. اطلعي فوق شوفي ايه المشكله، اكيد ما فيش حاجه عندك اسمها فانكشن زيرو. اطلعي فوق، اطلعي 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 اهو. انتي اه فعلا انا كتبتها هنا. اسمها فانكشن زيرو، ما تعديش الايرورز كده عشان ما ترجعيش في الاخر تقولي لي ايه ده، كل دي ايرورز، دي بتاعت ايه؟ ماشي بس هو ليه عامل لي، انتي عندك حاجة هو اسمها ليه عامل لي ايرورز، عند بوينت ايرور؟ انتي كده يا كوكي بتنادي على فانكشن موجودة عندك وهو بيدور، ملقاش اصلا عندك حاجة اسمها كده. ما هي هي فين اسم الفانكشن ايه؟ انتي مش بتشوفي اللي مكتوب جوه الفانكشن؟ اه مش
يلا تمام، حلو قوي كده. الشباب وصلتوا لفين؟ اقفلي يا ليلاس يلا عشان حد تاني يعمل شير، وارجعي تاني اعملي شير وعدو. يلا يا شباب، حد يا بس بكتب اعمل شير وريني وانت بتكتب عادي. ماشي، خليني افتح الزوم. نكتب تاني multiply plus minus ايه تاني؟ اه صح، طب يا شباب معلش، هنقفل الميتنج ونفتح تاني، نرجع نكمل عشان اللينك هيفصل.